انا ايامي رمادي بدوني. لك صدقيني ما راح تلاقي شاب يفهمك احسن مني. انت اذا بتطلبي لبن العصفور نجيب لك اياه. امتى؟ بعد اهلي. يا بنت احكي معي احسن لك، ما راح تفهمي بالسوق. انت على شو شايفه حالي؟ بعد عن طريقي احسن لك. واذا ما بعدت بدك تسمعيني فهماني ولا لا؟ انت ما بتستحي على حالك ولا؟ انت اهلك مو مربينك؟ ومين حضرتك بلا صغره؟ ان شاء الله تفكر اذا كان ابوك موظف بالمخابرات فهذا بيعطيك الحق انك تتمدمد وتترازل عن الناس على كيفك. طب لسانك ولي احسن ما اصل لك اياها. ولك انت اللي لازم تستحي على حالك، هذا اللي عم تعمله اسمه عيب. لك انت شو اللي حشرك بالنص؟ ان شاء الله بتنحشر بجهنم. هي اختي واحسن لك تنقلع من هون. ايوه اختي، واذا ما انقلعت؟ ابصر معي على راسك ولا سمعت ولا لا؟ البسيها البسيها، الارض خشنه ورجليكي نواعم. عم قلك امشي من هون احسن لك، ليك والله بتتبهدل. والله العلقه مع البنات بهدلي، ماشي الحال. روح روح. والله ما بعرف قوية لهالدرجة. حبيبتي الناس اللي من هيك نمرة ما بيمشوا غير بهالطريقة. نشوف هلا إذا عاد يقدر يتحركش فيكي. امشي.